أم يوسف، السلام عليكم. أنا عندي إكزيما من 20 سنة ومفيش علاج جايب نتيجة، حضرتك تنصحني بإيه؟ الإكزيما نوع من أنواع الحساسية، وهنا عليها إن هي تعمل إيه؟ لازم أشوف هل هناك أسباب ورا كده؟ يعني أحيانا أكلات معينة، الحوادق، المخلات، السمك، البيض، الشوكولاتة، الحاجات دي تظهر المرض، فأخد بالي هل حاجة من دول لما باكلهم بتظهر؟ الوقاية خير من العلاج، أبعد عنها. ساعات مثلا لما في ناس بتحط روايح أو كولونيات أو أي كيماويات تظهر. ممكن الحاجات المشغولات الغير ذهبية والغير فضية تكون بتعمل اكزيما. تعمل كده، أدوات مكياج، أدوات مكياج، بعض الملابس، يعني الملابس اللي هي معمولة من خيوط صناعية، أنواع من الصابون، هي بالنسبة لها لازم تاخد بالها تستحمى دايما بصابون جليسرين. ممكن بالنسبة للسيدات غسيل الأطباق أو غسيل الهدوم مع الصابون بيعمل، بنسميه مرض ست البيت أو إكزيما الإيدين عند السيدات دايما. فبتحصل. هنا عايز اقول لها خلي بالك بقى، دوري ايه الحاجات اللي اول ما بتعملها بتظهر بعدها. ده رقم واحد. اتنين، العلاج بيبقى بمراهم موضعيه فيها ماده البيتا ميثازون، دهان الصبح بالليل بتخف. بس العلاج هي بتقول لك بقى لها كذا سنه، لان حضرتك ما بتاخديش بالك وبتتعرضي للمسببات باستمرار. وزيها زي كل الامراض في الدنيا، يعني انا لما بيجي لي صداع باخد قرصين اسبرين. الصداع مش هيجي تاني؟ لا، هيجي تاني. طب والبرد؟ والاسهال والامساك، الامراض اللي في الدنيا دي اللي كلها حوالينا لما بتيجي بناخد علاج بتخف بس قد تعود. فما اقولش بقى ان الصداع ده مرض مزمن. لا، لما يجي اخد العلاج بتاعه بس ابعد عن الاسباب بتاعه الاكزيما اللي انا قلتها.